واستكمالا لكلامك يا سارة، فالتنوع برضو كان موجود في الأنشطة والمسابقات الرياضية. حقيقة مهرجان العالمين استضاف أول بطولة وكان التحدي الجيل الذهبي بمشاركة عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية، أبرزهم كان كابتن أحمد حسن وشادي محمد وحسام غالي، حازم إمام وعصام الحضري، خالد بيبو ومحمد فضل وغيرهم كتير من نجوم الكورة. ومش بس كده، كان في بطولة دولية للبادل وعروض للطائرات الار سي وبطولة دولية للكرة الشاطئية وسباق سيارات وتحدي جات سكي وبطولة التجديف، وبالإضافة كمان لتنظيم البطولة العربية للجودو. كل ده شفناه، وشفنا كمان معاه لعبة التيك بول اللي بتجمع بين لعبة الكورة والبينج بونج، وشارك فيها 64 فرقة كمان مزدوجة من كل دول العالم. وبطولة كرة الطائرة الشاطئية اللي تنافس فيها 50 فريق من 30 دولة مختلفة حول العالم. وكل هذه البطولات والمسابقات جذبت جمهور مختلف ومتنوع، جمهور حضوره رسم أجمل لوحة لأجمل مدينة في أجمل بقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، مدينة كان شعارها البهجة والحماس والسعادة. شكراً مدينة العالمين الجديدة، شكراً لكل القائمين على تطويرها. كنت رمز الترفيه في مصر والمنطقة العربية وعنوان للجمال في الشرق الأوسط كله. والليلة مسك الختام، ختام هذا المهرجان الاستثنائي في كل تفاصيله، مهرجان مدينة العالمين الجديدة للترفيه. العالم عالمين.